ميدزي 12 ونيومان رقم 16. بدأت المباراة وإن شاء الله بإذن الله منتخبنا الوطني يعمل مباراة كبيرة ويحقق فوز النهاردة بإذن الله عشان يصل للمرحلة القادمة بمشيئة الله. النهاردة 20 سنة على مين محاولة، مصطفى سعد الكرة الطولية حلوة منتهى الخطورة العرضية ولكن بدون رؤية بدون باصة لحمزة علاء حارس المرمى، والكرة التلاوة الرأسية القوية الدفاع من لمسة موجودة من اللاعب جميدزي تصل على الشمال، انطلاقة موجودة من محمود صابر محاولة هجومية أسامة فيصل، أسامة بعرضية البرة خطيرة للاستلام ولكن طولة تترد على طول من الأقدام. لحظات أولى بإذن الله من عمر الشوط الأول، لمسة الأمام تصل أسامة فيصل لسه مع الكرة سامة عاوز يعدي عدى فتوى سامة ولكن الدفاع وحكم اللقاء حكمنا الكابتن الفاول لمنتخب مصر. على طول محمود صابر عرضية وجملة حلوة جميلة محمد أشرف والعرضية واللمسة بتاعه خطورة تصويب ودفاع لسه في خطورة وضغط ولكن لمسة يد، لمسة يد رعاية جيدة من الباك الشمال وهو اللاعب كواخي قطع مرة تانية انطلاقة عدفات بعرضية البرة متابعة من الخطورة هوبا الاستلام ولكن تعدي وتلعب برة برة ملعب طوبة على ولادنا يطلع كورته على الشمال السندة مرة تانية على طول من محمد أشرف تصل ناحية عماد ميهوب لسه عماد مهارة عماد لمسة لعربي بدر محمود صابر والتصويب ولكن بعيد التصويبة بعيدة للسعيد والتماس طويلة عالية راسية من جمازي متابعة تصويبة براسية موجودة خطيرة جدا في القائم لسه في خطورة بعرضة والهدف مش ممكن يا الله يا الله يا الله مش ممكن مش معقولة الخطيرة في اللقب تصويبة ثم على طول ضربة الراس الذهبية ضربة الراس الذهبية من عماد ميهوب تيجي في القائم ومتابعة حالية في اسواتيني الفاول كواخوة تصويب والصد حلوة من حمزة علاء هجمة على اليمين منتهى الخطورة مصطفى واللمسة وسامو التصويب يا الله يا 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 على التصويبة والجملة حلوة سريعة عد يا دوب جوار القائم الأيسر للحارس ماسي هجمة جميلة سريعة منظمة والجماعية والتعاون حلو موجود في أداء لكن عاوزين كمان الدقة في التصويب وعاوزين أي فرصة بهدف لمس أسامة أسامة موهبة مصرية غير عادية فيصل يلعب عرضية هوبا التصويبة مش ممكن يا راجل مش ممكن يا راجل عربي بدر والمتابعة التصويبة الجملة ويعمل عرضية ساحرة بالمسطرة بالملي بقدم عربي بدر ولكن التصويبة بدون عنوان والتعدي بسلام وأمان على مرمى الحارس ماثي محمود صابر باصة غير جيدة جاب مرة تانية صابر لمسة حلوة على الشمال مرة تانية تصل لمحمد أشرف مية على طول مصطفى سعد ميسي أشرف وعرضية لبرة والمتابعة المتابعة والسندة والجملة والتصويب الله 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 عليك يا ولد الله أداء برازيلي أداء يلا يا سعد سعد مع الكورة سعد باصة براسية ودفاع متابعة هوبا التصويبة القوية ولكن شكلها حلو من عسل مصطفى سعد محاولة هجومية واستلام بعرض الملعب ترجع لمحمود صابر صابر أمامية متابعة خطورة التصويب ولكن يمسكها على مرتين الحارس ماثي تصويبات محمد المغربي كأساس في اللقاء النهاردة على الشمال محمد أشرف والهجمة لمنتخب مصر أشرف عرضية عالية فوق متابعة أحمد عيد يا علي قرط عيد والاستلام متابعة هوبا التصويبة فين تعدي بعرض ملعب من عماد ميهوب لحيها أحمد عيد والهجمة لمنتخب مصر عيد وعرضية وراسية من لوشابة وفاول نفاسه بعد تعادل سلبي رايح جاي وبالأمس السنغال فاز 5-3 على منتخب بوركينا فاسو والنهاردة إن شاء الله الرقمية على طول عرضية راسية تعدي خطيرة ولكن ممتاز حمزة علي يتألق خطيرة جدا جدا خطيرة جدا للراسية متابعة انطلاق الأمام منتهى الخطورة سرعة أحمد عيد غير براح الباك اليمين عدى الله الله أحمد عيد بعرضية ولكن اللمسة الأخيرة ولكن داخل جنوب أفريقيا الهجمة والراسية عربي بدر متابعة
على الشمال مهارة من كواخي رأسية منطلقة وطول بعطلة تصل لبونجزوا على اليمين لشابانجو، ولكن الدفاع وتجلي رأسية موجودة من اللاعب جمادي لمحمد أشرف نص الملعب أمامية السند والمهارة والسرعة من سعد، عرضية خطيرة من موجود يتابع فيش حد موجود هدو خد عدى وفات اللاعب كواخي بالعرض حلوة خطيرة لبونجزوا وتصويبة، ولكن رايح لها ومعاها مصطفى قطع كورته مصطفى العب بسرعة مصطفى لم بكورت عدى باصة عرب بدر السند للسعد والمهارة محمود صابر هجمة سريعة منظمة لم بكورت وقف على كورته حلو لمسة للسعد على الشمال منطلق قطورة أشرف عماد بيهوب بعرضية، ولكن التألق العادة لحارس الآن في الشوط الأول هجمة عماد والتألق العادة والدفاع من عمر الشوط الاول لمسه الامام تغطيه من محمد طارق قطع كورته طارق طولت منه جابها رقم 9 اللاعب اسامبولو ترجع مره ثانيه ورا على الشمال ناحيه كواخ والتصويب ولكن بعيده والحمد لله عن عرب بدر على الشمال تصل لي على طول اماميه محمد اشرف بعرضيه عاليه راسيه خطيره جدا والصد حلوه يطير في الهواء يمين احمد عيد كلها بسيطه عرض ملعب وفي النهايه حكم اللقاء بيصفر بنهايه الشوط الاول من لقاء اليوم لقاء منتخب مصر امام منتخب اسواتيني في لقاء العوده حاجه سيطره واستحواذ وهجمات خطيره واهداف بالجمله ضائعه في المباراه. الشوط الثاني بدا الان منتخب مصر اصبح على الشمال بالاحمر والابيض والاسود يطلع كورته عالية الامام راسية من اللاعب طبعا لوشامو متابعة بتصويبة قوية ولكن فين بعيدة وعالية ورا احمد عيد بكريمين عاوز يعدي عيد هيعدي ولكن لسه عيد بعرضية وسام فيصل استلام الدوران من فيصل والسند احمد عيد لسه مع كرة عيد بعرضية براسية تعدي ولكن بعيدة ومتابعة من محمود سعد لسه مع كرة سعد في وسط الملعب سعد وانطلاقة بباصة غير جيدة تقلش منه الكورة متابعة وترقى طورة واللمسة مش ممكن يا راجل مش ممكن مش معقول متقشرالك يعني منتخبنا الأولمبي محمد أشرف عرضية راسية متابعة ترجع ورا لسعد والتصويب والصدة يتألق حتى الآن من المرحلة الثانية رغم أنه النهاردة فاز من لحظات على منتخب دوبلت الكور وتتواحد ولكنه خسر الان تماس حاليا لصالح المنتخب الوطني المصري تلعب بسرعة مهارة بلمسة تصويب ولكن تألق الدفاع متابعة من سعد السندب هوبا التصويب ولكن الدفاعات الحصينة القوية موجودة حتى الان ربا بشرب صابر سبها لمحمد اشرف وتصويب ولكن فين بعيدة وعلي منتخب مصر ضربة حرة مباشرة بقدم مين بقدم محمود صابر وتصويبة جت في الدفاع وتلعب برا وتبقى مين احمد عيد والهجمة مواليد 2001 حسام عبد المجيد قطع مهارة وصا سعد تصل احمد عيد باللمس لعبد الرحمن عبد الرحمن عاطف ورا عربة بدر تصل على اليمين لسعد سعد بعرض ملعب تصل احمد نبيل والمهار واللمة الحلوة لنبيل تصل على الشمال محمد اشرف كرة طولية خطيرة هوبا التصويبة فين مش ممكن مش معقول طلع عرضية وهذه الكرة الطولية الجميلة والتحرك روعة والتصويبة الجميلة بالقدم اليسرى بقدم عماد ميهوب ولكن تعال على الشمال محمد اشرف يلا يا شباب يلا يا نجوم فرحونا اسعدونا مهارة اسامة فيصل بعرضية ولكن الدفاع وبره الملعب طبع على طول مقابل ركنيتين لمنتخب اسواتيني عرضية تعدي من الجميع هوبا خطيرة سعد والتصويب ولكن فين طلع بره مصطفى سعد محمد اشرف بعرضية براسية من لوشابة لمسة وهجمة ثانية تصل على الشمال مهارة من اسامة فيصل لسه مع كرة سامة عربي على الشمال عماد ميهوب لسه عماد والرؤية والعرضية ولكن غير جيدة متابعة بتصويبه ولكن جات في زمينه جات في جسم أسامة فيصل منتخب مصر في نص الملعب عرب بدر عرب على اليمين تصل
لمصطفى سعد. مصطفى لما كرة مصطفى لسه مع كرة مصطفى على شمال حلوة في مكان فاضي. محمد أشرف مع كرة عدفت أشرف باصة حلوة روعة على الشمال عماد ميهوب بعرضية والهدف جول جوه جول جول. الهدف الأول الهدف الأول هدف التقدم الهدف الغالي الهدف الغالي. أخيرا منتخب مصر يترجم الضغط والسيطرة والعب عشان يولع المباراة ويفرح الملايين من عشاق ومحبي منتخب الأولمبي. هذا محمد أشرف يعمل باصة حلوة ثم العرضية الساحرة بقدم عماد ميهوب ثم الهدف القناص اللاعب الخطير أسامة فيصل يحط رجليه عشان يسجل الهدف الأول هدف الفرحة الأولى لمنتخبنا الوطني الأولمبي النهاردة في اللقاء. واحد لا شيء واحد مصر لا شيء منتخب إسواتين. أخيرا يا الله أخيرا تصل أحمد نبيل على الشمال محمد أشرف بعرضية حلوة خطيرة والدفاع حتى الآن في المباراة تماس من كواخي يطلع كرته عالية أمامية رأسية منتهى الخطورة ويمسكها بمهارة حمزة علاء وفاول كمان من نصيب حمزة علاء. فاول لحمزة علاء حارس مرمى عبد الغني محمد. محمد أشرف عاوز يعدي عدى وفات منتهى الخطورة أشرف بعرضية جميلة خطيرة أجوار والرأسية مش ممكن عبد الرحمن عاطف وضربة اللاعبين هجمة على اليمين لسواتيني تصل لمافوسو أمامية للاعب ندولفو عرضية خطيرة دفاع روعة بقدم أحمد نبيل. كابتن مصطفى غربال حكم لقاء النهاردة رأسية متابعة منتهى الخطورة خطيرة تصويب ولكن ضعيفة جدا جدا ضعيفة جدا بقدم عبد الغني محمد في صيف العام القادم بمشيئة الله. لمسة الأمام على الشمال تصل أسامة الله عليك يا أسامة أسامة فيصل أسامة فيصل والسندة تصل من الخطورة مرة ثانية عبد الغني عبد الغوى التصويبة من عبد الرحمن عاطف ولكن بعيد بعيدة وعالية وطلع بره ملعب دراني. أربعة ثلاثة اثنين واحد زيرو خلاص آخر هجمة في المباراة. دفع في نص الملعب تصل لإدلامين على الشمال لكواخي كواخي كرة طلية خطيرة والرأسية تعدي الحمد لله في أحضان حمزة على حب بإذن الله. مصطفى غربال بيصفر أمانة المباراة والفوز الغالي والصعب فوز بهدف واحد مقابل الأشياء على منتخب إسواتيني. هدف جميل بقدم أسامة فيصل في الدقيقة 70 من عمر اللقاء منتخب مصر في لقاء الذهاب.